نظمت مؤسسة حياة كريمة في محافظة دمياط ندوة تثقيفية لطلبة كلية آداب جامعة دمياط، خصصت لعرض إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتهدف هذه الندوات إلى نشر الفكر التطوعي نظريا وفكريا للشباب من خلال المحاضرات النظرية ونشر الفكر العملي الميداني لمؤسسة حياة كريمة، والتي يتم من خلالها رصد مشروعات حياة كريمة من منشآت وأعمال بنية تحتية. مبادرة حياة كريمة وفرت العديد من الخدمات للسكان في مصر كلها وخاصة في محافظة دمياط، للمناطق التي كانت عديمة الخدمات من مياه وصرف صحي ومستشفيات ونوادي رياضية. دي واحدة من سلسلة من الندوات اللي بنعملها للتوعية بأهمية التعامل التطوعي وحياة كريمة على وجه الأخص، اللي احنا بنعملها المشروع الكبير جدا اللي احنا شغالين عليه. الحقيقة ان القيادة السياسية لاحظت ان المواطنين مش كلهم عارفين التفاصيل بتاعت حياة كريمة، تمام؟ فاحنا بنحاول قد ما نقدر نعرف المواطنين. انا شايف ان احسن حاجة بتعملها مبادرة حياة كريمة ان هي بتهتم بالانسان، يعني احنا بنمدي الانسان عن طريق مثلا ان احنا بنهتم بقطاعات وحاجات مهمة زي الصحة والتعليم، يعني مثلا زي ما كان الاستاذ بيتكلم دلوقتي ان في 12 مدرسة اتعملوا مثلا في كفر سعد، وفي الطرق بتاعتنا دلوقتي في كفر سعد، يعني احنا عندنا مكان كامل في كفر سعد ده اتجدد بشكل كامل من اول وجديد. بصراحة ما كناش نعرف حاجة عن ندوة حياة كريمة، كنا مفكرين ان هي حاجات سهلة وبسيطة، بس بحضورنا عرفنا ان هي حاجات كتير من انشاءات على الارض الواقع كتعليم او صحة او غيره.